يا صباح الخير لكم مشاهدينا وما كنتوا عم تحضرونا بالحلقة الأولى بعد عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يا رب أيامكم كلها أعياد وبركات. والجملة الشائعة اليوم: مالي خلق ارجع على الشغل، مالي خلق إنه ارجع للروتين اللي كنت متعود عليه قبل العيد. هاي مننا وجرعة من أولى، فسنة الحياة بدها تمشي ورح نرجع لأعمالنا ولدراستنا ولدوامنا. يسعد صباحكم، هاي خلص العيد ورجعنا مثل ما قلنا للشغل والدراسة والروتين المعتاد، والأغلبية يمكن قضوا بهالعيد بالبيت، نوم، تعويض ساعات مكسور عليهم فيها نوم وراحة من ضغوطات العمل اليومية. الأغلبية الثانية مشتاقة كانت تسافر لضيعة، لمحافظاتها، لمناطقة، وتقضي بمكان بعض الهدوء وتعيش مع مناظر الطبيعة، إن كان بالساحل السوري وإن كان بالغوطة أو حتى بأماكن تانية على البحر أو الجبل، لأنه منلاقي فيهم الراحة النفسية والراحة الجسدية. فخلينا نسأل ميشلين بعد ما نعايد عليها ونصبح عليها، كيف كان العيد معها؟ يسعد صباحك. يسعد صباحك وردو، أنت بألف خير، أضحى مبارك عليك وعلى كل عائلتك. كثير الصراحة سنبارح بالليل كنت على الهواء، فأنه هلأ اليوم الصبح أكيد كان العيد مميز مثل العادة بالشام. أجواء العيد وبهجة الناس، فرح الناس كان كثير شيء مميز، وقضيت معكم يعني 4 أيام العيد كنت عم بسمع كلماتكم الحلوة. يسعد صباحكم عن جديد. أكيد يعني الشيء اللي حكى عنه ورد إنه الواحد يعيش الوحدة يمكن بالطبيعة هو إحساس جدا جميل. على فكرة في دراسة حديثة توصلت إلى إنه إنك تعيش بالقرب من المساحات الخضراء لها تأثير كتير كبير على الصحة وخاصة على خلايا البشرة وشيخوختها. تفاصيل أكثر ومعلومات أكثر عن هالموضوع رح نعرفها بهالتقرير. صور التقطتها أقمار اصطناعية بيّنت الفرق بالعيش بين المدن والأماكن يلي فيها مساحات خضراء. ومن المعروف أن الحدائق والمساحات الخضراء بتساهم بالتخفيف من الحرارة بالمدن وبتعزز التنوع البيولوجي، والأهم من كل هاد إبطاء شيخوخة الخلايا. وأكدت الدراسة أن الأشخاص يلي بيعيشوا بالقرب من المساحات الخضراء أصغر بعامين ونصف من الآخرين بيولوجياً. وتوصل العلماء لوجود رابط ببين علاقة العيش بالقرب من المساحات الخضراء وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية وانخفاض معدلات الوفيات. ولاحظوا أن الأشخاص يلي كانت منازلهم محاطة بنسبة 30% من المساحات الخضراء كانوا أصغر من سنهم الفعلي مقارنة بالأشخاص المحاطين بنسبة 20% منها. واعتبروا أيضاً أن النشاط الجسدي والتفاعلات الاجتماعية المرتبطة بزيارة المنتزهات لعبت دور بالتوصل لهي النتيجة، إلا أن فكرة المنتزهات نفسها بتساهم بإبطاء الشيخوخة. يسعد أوقاتكم عن جديد. ما بعرف إذا الشيف بشرى عزيز سافرت، راحت لشي مكان، أو سافرت من المطبخ للصالون مثلا لحتى تعيد مع أفراد أسرتها. خلونا نعايد عليها ونشوف شو محضرة طبق لليوم. يسعد صباحك شيف. صباح الخير. صباح الخيرات. صباح يا شيف، أضحى مبارك، نعاد عليك. شكرا على الجميع يا رب. طلعتي من المطبخ بالعيد؟ أي مثل ما قال ورد، من الصالون للمطبخ. هلا أكيد ما سافرت، يعني أنا كنت موجودة بالشام، بس نحن بفترات الأعياد عنا طقوس هيك بالبيت، أنا وجوزي وولادي، بس يعني بنقضي أكثر وقت بنقدر عليه إنه مع بعض، لأنه روتين حياتنا يعني بيكون إنه ما عنا هذا الوقت الطويل نقعده مع بعض. فأنا بنبسط يعني بالعطلة الطويلة، وبحب عادة البيت مع الأولاد مع العائلة. الله يخليهم يا رب وتوفيهم أحسن العالم. شو طبختي لنا اليوم؟ اليوم رح نعمل سيزر. مثل ما قال ورد، يمكن إنه كل العالم ما له خلق اليوم إنه بداية إنه دوام من أول وجديد، فحبيت أعمل سيزر. بس هو مو بسبب إنه أنا ضايق خلقي، سبب إنه يمكن
بفترة العيد معظم العالم اللي راحوا على المطاعم أنا بتحدى إنه أكثر طبق انطلب هو سلطة السيزر. سيزر سلطة. لأنه كتير بيحبوها العالم. بيحب العالم وما بيتاكل وين ما كان. عن جد يعني في كتير محلات بتحس إنه هاي مو سيزر. صح. في كتير مواد بتنضاف يعني خلص تصير هي شغلة تانية. نمشية. يعني. فاليوم على أصولها رح نتعلمها. رح نحكي على الوصفة الأساسية والبدائل اللي نحن مضطرين نستعملها لأنه في مواد معنا كتير متوفرة بس. تمام. رح نحكي عن كل هاي التفاصيل. تمام. حنشوف المقادير وطريقة التحضير بعد شوي. شكرا سيف. على فكرة يعني حتى بفترة الأعياد واحد بيخاف يصير يطلب شغلات لأنه بيصيروا بيمرقوا كل شيء. إيه. مع الاحترام خضرة. للمطاعم يلي دوما بتحافظ على الكواليتي تبعها ومشهورة سوريا يعني بهالقصة. خلونا نروح لنشوف شو حاملة حلقتنا من عناوين وفقرات. ممكن نشوف فيها تأثير كبير على مستوى الكون بأكمله هي الظواهر الفلكية اللي ممكن تصير بكل سنة من كل شهر مثلا من كل فترة والتانية من كل موسم فمنحب نعرف شو عم يصير بهذا الفضاء الكبير فمثلا كيف كانت توزع بعض الظواهر الفلكية الجديدة وكيف ممكن تتعلق بالأشهر يلي عم تصير هذا بيكون الشغل الشاغل للجمعية الفلكية السورية تماماً يعني هلأ نحن دخلنا بشهر تموز اليوم 2 تموز فحابين هيك نعرف شو رح يصير بهذا الشهر الفكرة يمكن الأهم لما نسمع عن هذا الموضوع بيطلع ببالنا كتير تفاصيل من بينهم أنه هل هالظواهر ممكن يكون لها تأثير علينا على أمورنا الحياتية على أمورنا الشخصية وفي تفاصيل ممكن تخص عملنا هذا الشيء كتير بيعني لنا وبيهمنا لحتى نعرف كل هاي المعلومات خلونا نصبح عبر الهاتف على نائب الجمعية الفلكية السورية عبد العزيز سنوبر صباح الخير أهلا وسهلا أستاذ يسعد صباحكم صباح كل مشاهدين قناة سما العزيز على قلوبنا جميعا يسعد صباحك وكل عام وانتم بألف ألف خير كل عام وانتم بألف خير أهلا وسهلا فيك بداية مثل ما ذكرت أنا بالمقدمة أنه على طول الجمعية الفلكية السورية بترصد أهم التغيرات اللي عم تصير بالفضاء الخارجي شو هي أهم الكويكبات والتشكيلات النجمية والكواكب اللي ممكن نشوفها بشهر تموز تمام يعني سعد صباحكم جميعا وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله الحقيقه اول شيء بدي انوه لانه طبعا بعض الظواهر الفلكيه وبعض الاحداث الفلكيه للاسف لا يمكن رؤيتها من سماء المدينه بسبب التلوث الضوئي ربما وبسبب الابنيه العاليه التي احيانا تحجب رؤيه بعض هذه الظواهر يعني على سبيل المثال لما يكون القمر بمرحله الهلال يجب أن يكون الأفق الغربي مكشوف تماماً فإذا كان في أبنية تعيق رؤية الأفق الغربي فبالتالي أنا بخسر فرصة رؤية الهلال الجديد للشهر مثلاً طبعاً أهم الكوكبات والنجوم برجع للسؤال اللي حضرتك سألتني إياه طبعاً عندنا في كوكبة الدب الأكبر وعندما نقول كوكبة الكوكبة غير الكوكب طبعاً الكوكبة هي مجموعة من النجوم تعطي شكل محدد في السماء كوكبة الدب الأكبر من أشهر الكوكبات النجمية ترى في سمائنا في جهة الشمال طبعا تكمن أهمية هذه الكوكبة بأنها تدلنا على جهة نجم القطب الشمالي يعني نحن في النصف الشمالي من الكرة الأرضية نستخدم هذه الكوكبة لتحديد الجهات الأربعة ليلا بنظرة واحدة إلى السماء فهي موجودة رح تكون معنا طبعا في هذه الفترة
في عنا طبعا كوكبتين جميلتين جدا تميزان السماء في هذه الفترة، هما كوكبة العقرب وكوكبة القوس. هن نجوم كثيرة وجميلة، وبالإضافة إلى ذلك تخرج من بينهما أو يخرج من بينهما ذراع مجرة درب التبانة. يعني من يرى ذراع مجرة درب التبانة في هذا الوقت، المشهد كثير رائع الحقيقة. ومن أهم المشاهد اللي الفلكيين الحقيقة بحبوا يشوفوها هو ذراع مجرة درب التبانة، لأنه لا يمكن مطلقا رؤيته في سماء المدينة، نحتاج إلى الخروج إلى الضواحي وإلى الأماكن البعيدة قليلا حتى نتمكن من رؤية هذا الذراع. هو عبارة عن مثل رشة نجمية، مثل ضباب موجود في السماء من جهة الجنوب ويتجه إلى جهة الشمال، يخرج من بين هاتين الكوكبتين بشكل رائع جدا. عندنا كمان مشهد يميز سماء الطيف دائما، أننا نستطيع رؤية ما يسمى نجوم مثلث الطيف. نحن كل فصل من الفصول يميز مجموعة من النجوم، فصل الصيف يميز هذه النجوم الثلاثة، النسر الواقع، نجم النسر الواقع، ونجم النسر الطائر، ونجم ذنب الدجاجة. جميل، هو مثلث موجود في السماء، من يرفع رأسه في السماء يعرف هذه النجوم، يرى هذا المشهد الجميل. ثلاث نجوم من ثلاث كوكبات مختلفة، ولكنها كل نجم هو ألمع نجم في كوكبته. يعني نجم النسر الواقع هو موجود في كوكب اسمه القيثارة، نجم ذنب الدجاجة موجود في كوكبة الدجاجة، ونجم النسر الطائر موجود في كوكبة العقاب. هذه النجوم الثلاثة اللامعة تشكل مثلثا في السماء جميل جدا يميز سماء فصل الصيف. طبعا تمام استاذ عبد العزيز، هل صحيح يلي بنسمعه عن تأثير هي الأحداث على حياة الإنسان وعلى صحته وعلى ممكن لا سمح الله حدوث زلازل على الأرض؟ جميل جدا هذا السؤال ومهم، والحقيقة نحن كثير بنتعرض لهذا السؤال أثناء ليالي الرصد الفلكية. طبعا من المعروف بالعلم أن النجوم أبعد بكثير من أن تؤثر على صحة الإنسان. يعني تمام. التأثير إما سيكون من جهة الجاذبية، والنجوم أبعد بكثير من أن تؤثر جاذبيا على الأرض وعلى الإنسان، أو أن يكون التأثير بسبب الإشعاع. وأيضا النجوم بعيدة بعد شديد من أن يؤثر إشعاعها على الإنسان أو على الأرض أو على تشكل هذه الزلازل والبراكين. يعني يتحدثون أحيانا عن اصطفاف كوكبي لكواكب المجموعة الشمسية. نقول إن اصطفاف هذه الكواكب جميعا لا يعادل جاذبيته، لا تعادل جزء من الجاذبية التي يجذب بها القمر الأرض. الحقيقة هذه عبارة عن إشاعات، يعني الناس بتحب تحكي بها المواضيع يمكن مشان تأخذ شوية إعجابات مشان تشهر صفحة. تمام. يعني بدي أتشكرك كثير للمهنية يلي عم تقوموا فيها بالجمعية الفلكية السورية، والشكر موصول لكل أعضاء هاي الجمعية. شكرا لوجودك معنا ويسعد صباحك. هذا واجبنا، وشكرا لكم لإتاحة الفرصة أيضا لتوضيح هذه الأمور للناس. ألف شكر لحضرتكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا فيكم. أهلا وسهلا مشاهدينا. يعني إذا سألت أنا كيف قضيت العيد، فأكيد راحة ونوم وشغل شوي ومشاهدة الأنيميشن، وخاصة أفلام كرتون يلي كنا متعودين عليها نحن صغار. هلأ سبونج بوب يعتبر حديث، ولكن توم وجيري مرتبط بكتير تفاصيل حلوة بذاكرتنا الطفولية. يعني منلاقي أنه هذا الأفلام الكرتون مرتبط بكتير من المسلسلات والرفقات والأعداد والبوشار. فإذا بدنا نحكي عن هالبرنامج بالذات، نتذكر هيك القط والفار توم وجيري يلي العلاقة بيناتهم صراحة غريبة عجيبة. تلاقيهم فترة رفقة كتير وعم يعملوا هيك مشاريع ضد حدا تاني، وفترة بتلاقيهم أعداء. يعني همه لتوم إنه يقصي لجيري، خاصة السكتش يلي طلعوا بالعاصفة الثلجية بتتذكري؟ يا الله كتير حلو، حضرته شي مليون مرة. بس إنه عن جد كل مرة بتحضره بتحس حالك لسه أول مرة عم تحضر، تماما مثل مسلسل ضيعة ضيعة. ما بعرف ليش هذا الشعور عندي بتوم وجيري وبضيعة ضيعة. نوستالجيا بتحسي عن جد بكل مرة بتكون عم تحس أول مرة عم بتضحك هي الضحكة على هذا المشهد. تماما هي السلسلة طبعا إلى تاريخ طويل، فهي متابعة من أيام الأجيال القديمة، لأن إحنا مو كتير قدمة، بس إنه قدمة
خلص يعني ما بعرف لحد هاي الاجيال اللي عم تطلع بهاللحظه، ولما نتمعن فيها بشكل كبير بنلاقي انه اكيد في لها قصه، وفي من وجود يعني تواجد توم اند جيري والعلاقه يلي حكى عنها ورد، هي الغريبه العجيبه اللي ما ممكن انه انت تلاقي لها تبرير، لها مغزى ولها اكيد تفاصيل كثيره لازم نعرفها مع بعض بهالتقرير. لما كنا نسمع شارة هالبداية نحن وصغار كنا نترك كل شيء من إيدينا ونروح نتفرج على توم وجيري. هالبرنامج هو قائم على مطاردة بين قط منزلي وفأر بني بيسكن معه بنفس البيت. بالحقيقة هو ترفيهي ولكن بس بفترة الطفولة، لكن إذا منرجع للأفكار اللي كان راسم للمخترعين ويليام وجوزيف على مدار المستقبل البعيد، هي بالحقيقة أفكار عظيمة كتير. فبالحلقة الأخيرة من سلسلة البرنامج الكرتوني بيتم توضيح أن توم وجيري هن بالحقيقة أصدقاء وبتربطهم علاقة قوية، لأنه بالأساس توم إجا على البيت ليخلص سكان البيت من جيري، ولكن حسب ما ذكر المخترعين هانا وباربيرا انه علاقة توم وجيري هي علاقة بمبدأ من اجل البقاء. هلأ لنشرح شو يعني هذا المبدأ. هو وجود توم بمكان مريح هو مرتبط بوجود جيري بنفس المكان، وحتى منلاحظ انه تم توثيق مساعدة جيري لتوم بكتير من المشاهد. يسعد اوقاتكم عن جديد. رح نبلش اولى فقراتنا، وبلشنا الحديث مشلين وانا وضيفتنا عن الزواج وتكاليفه وقديش اليوم الواحد بده يعني يدخر شي 25 سنة ليقدر يتزوج ليلة، فهذا الموضوع يقودنا الى شيء اخر. يتجوز بال50 لانه بلش شغل بال25 فبتجوز يعني بده 25 سنة. واخر شيء بس يتزوج بتبلش المشاكل وببلش الشك والغيرة وتماما. لا لا هلا اذا استقر ومو شو عملت بحالي اقتنع بالمقلب اللي اكله، فبيقول انه الشك والغيرة وبتطلع الامور كلها. على فكرة الشك مو بس بالعلاقات الزوجية او العلاقات العاطفية بين اثنين، في اشخاص موجودين يمكن بمحيط كل حدا فينا عندهم ثقة انه هنن محور الكون وكل المؤامرات عم تنحاك ضدهم، لهيك بتلاقيهم بيضلوا بحالة تأهب دائمة على اعتبار انه كل الناس اللي حواليهم اكيد رح يخربوا عليهم. وهذا الموضوع بنسميه يمكن شك مرضي، بنسميه هوس بموضوع انه انا مقصد للناس الاخرين. ما بعرف ذكرتني بمصطلح كنا نقوله من زمان بالقسم عنا، قضية المؤامرة طبعا. انه خلص انه اكيد اكيد عاملين مؤامره علي، يعني هيك كنا كثير نستعملها بين بعض. طبعا يعني ما بدنا نبالغ، كلياتنا عندنا نسبه معينه من الشك يمكن لحتى نحمي حالنا، بس لما يتجاوز الموضوع الحد الطبيعي بيتحول لحاله مرضيه فعلا، وتاثيره بينعكس على حالتنا النفسيه والاجتماعيه، والاكيد بتاثر على حالتنا العاطفيه. لهيك خصصنا فقرتنا النفسيه لليوم لحتى نحكي عن الشك المرضي، يا ترى شو اسبابه، والاهم الحلول، اذا في بحياتنا شخص هيك نحن كيف بنحل الموضوع، كيف ممكن يتعالج، وهل ممكن يتعالج بالاساس. هاي التفاصيل كلياتها رح تكون مع الدكتورة غالية سعيد، دكتورة في علم النفس اللي صارت طبعا موجودة معنا بالاستوديو. صباح الخير غالية، وأصحاب بارك إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير وأيامكم سعادة،
وحبيت كلمة المقلب اللي أكله. أنا بالفيديو فلق الكومنتات اللي على كلمة المقلب اللي أكله. إيه ما ناقصني كومنتات دخيل قلبك دخيل قلبك. لا بس هيك هي رؤية الشباب الأعزب اليوم إنه موضوع الزواج هو مزعج. ونحن كمان على فكرة ونحن كمان على فكرة أكيد نفس المقلب والصبايا. طيب يلا الله يهني بال ويريح بال كل حدا عايز يفوت على القفص الذهبي. نروح لموضوعنا يلا. اللي هو بعيد عن هالقصة. تمام. في ناس شكاكة أكيد بتشك بكتير قصص. بداية قبل ما نفوت للشك المرضي نعرف الشك بعلم النفس شو هو. تماما. هلا اول ما بتقول انت كلمه انا شاكك او عندي احساسات بالشك او اي شيء هو تعرف بينزل تحت اضطرابات سلوكيه خفيفه تعتبر من الاضطرابات يلي ممكن تستدعي العلاج وتستدعي المساعده من الاختصاصيين النفسيين. ليش؟ لانه هي بتترافق مع وساوس قهريه، مع افعال قهريه، مع كلمات، تصرفات، ردات افعال ممكن يهيئ للشخص لاول مره انه هي حاله طبيعيه وتحت اسم انا غيران، غيرة طبيعية. لكن في فرق كتير كبير بين الغيرة الطبيعية وبين الغيرة لما بتتسلسل وبتدخل لمرحلة الوسواس بعد منها بتطلع لمرحلة الشك. فهو حكما أحد الاضطرابات السلوكية تتطلب علاج من اختصاصيين نفسيين. إذا تفاقمت الحالة وتزايدت أكثر ومثل ما تفضلت وصلت لجنون الارتياب أو جنون العظمة فهي حصرا تحتاج إلى مساعدة دوائية لأنه بتتدخل معها أدوية مضادات للاكتئاب وللقلق. فهي حالة معنى سوية مؤذية اجتماعيا وإنسانيا تعمل كتير مشاكل، تعمل كتير خلافات وشقاق وبتأدي نسب للانفصال والطلاق بشكل كتير كبير. آخر دراسات قالت أنه أول سنة زواج ممكن تكون 25% من حالات الطلاق سببها الشك والارتياب والغيرة المرضية بين الشريكين. تمام. غالية يعني لاحظك وقت يصفن شوي بالموضوع أنه عن جد حالة خطرة مانا شغلة طبيعية مانا كلمة أنا غيور يعني مثل ما بلشت بحديثك أنا بغار. لا الموضوع أكبر من هيك بكتير. في تدخل سلوكي، في تدخل حتى دوائي مثل ما حكيتي. طيب شو اللي بيخلي الشخص يوصل لهالمرحلة؟ يعني هل في عنده مشكلة من هو وصغير، هو عم يشوف شيء بالبيت مانه طبيعي، ولا نتيجة صدمة معينة هو عاشها فخلته يصير شخص شكاك؟ تمام. هلا الى الان يا عزيزتي قال اكثر من دراسة على الاشخاص الشكاكين اللي عندهم مرض الشك الارتيابي ما في اسباب موجهه معروفه يعني بشكل مباشر انه هذا بشك لانه عنده كذا، لكن قالت بعض الدراسات على بعض الاشخاص انه ممكن يكون في عنا اسباب جينيه وراثيه ممكن بنسبه لا باس فيها، والاغلب بتكون هي صدمات عاطفيه اثناء الطفوله. يعني مثلا بيكون ربيان او ربيانه بعائله الاب والام بيشكوا كثير ببعض، في بيناتهم مهاترات كثير كبيره وشديده، يعني الفاظ ناديه، اتهامات. تمام. هذا ممكن يكون سبب. وفي سبب ثاني اللي هو على عدم اعطاء الثقه بالنفس للشخص وتكوين الشخصيه الصحيحه ممكن يؤدي انه يعمل اليه الشك لحتى يعمل لفت انتباه، يعني يعمل شو لحاله انه انا هون انا موجود، فطول ما انا عم نغص حياتكم فانا موجود. وبالتالي ممكن يكون كتير سبب انه هو بيئته الاسريه الام او الاب بيلعب دور كتير عامل كبير، وبعض الجينات الوراثيه كمان بتاثر بتشكيل الشخصيه وشخصيته بالعموم. صاروا ثلاث اسباب قالوا انه ممكن يكون سبب بالشك الارتيابي اللي بيعيشه الانسان. تمام. هون بدنا طبيب نفسي لحتى نحن نروح لعنده ويشخص لنا هالحاله ويمشينا على كود علاج. طيب أنا ما بدي أحكي عن الشك بالشراكة بين الشريك وشريكه بالشركة نفسها بالمؤسسة اللي هو بدقق إنه عم يسرقني ما عم يسرقني، أنا شاكك إنه الشغيلة عندي بالورشة مثلاً عم يتلاعبوا ببعض القصص. هذا الشك يمكن بمرحلة معينة طبيعي. تمام. خلينا نروح للشك ونخصصه بين العلاقة بين زوجين. زوجة شكاك صح بشك كتير نغص عليها مثل ما قلتي، شو الحل؟ يعني شكه دوما يكون خاطئ او هي دوما اذا شافته قاعد بالليل عم يشرب كاسه شاي بعد العشاء فتح محادثه واتساب بتشك انه عم يحكي مع حدا. والله هي ما فيك اللي ما فيها تشك لانه نحن النساء بالذات الفراسه والحاسه الساسه من جيبكم من شو ما كنتوا عم تعملوا. طيب سؤالي، في شك بدون نار؟ اكيد لا. أكيد يعني في لا. دخان بدون نار أساساً يا صديقي الإنسان كيف بتبنى عنده الشكوك إذا كان حالة طبيعية قبل ما أنتقل لك للحالة المرضية؟ بتبنى نتيجة مواقف غير مفهومة وإشارات استفهام غير واضحة. يعني مثلاً أنا شفت عليك سلوك أنه هو غير واضح،
أنا شفت إشارات استفهام وأنت ما أعطتني هذا الجواب الشافي اللي ممكن يشعرني بالإطمئنان. لذلك أي موقف بيصدر منك بيحيط بهذا الموضوع بده فورا تتوجه لعنده لأنه أنا ما أعطتني. وبالتالي هذا اللي بيصير بين الأزواج وخاصة الزوجات بالليل، إذا مسك تليفونه وتبسم هالابتسامة تبع رفيقته تبقى دغري بيطلع عنا الأهل. ليش عم تضحك؟ مين ضحكك؟ قريني ورجيني. قريني لأنه سبق صار معها هذا الموقف، شافت موقف، حست بفكرة، لما سألت ما أعطاها جواب صريح ومباشر أو ما أطع على الشك باليقين مثل ما نحن منقول. فبالتالي بصير كل موقف مشابه بدها تعمل له هذا الصح انه يقطع على الشك باليقين. طبعا اكيد اكيد، واذا كان فعلا بطل لازم فورا يعمل الموبايل انه شوفي مع مين، اذا ما كان مغير الاسم وحاطط اسم ثاني. ابو عبده حداد مثلا. ابو عبده نزل فهون بيقطع على الشك، ما بقى تعيد التجربه مره ثانيه. لكن مثل ما تفضل، خلينا نحكي عن الشك اللي ممكن انا زوجي شكاك بشكل كثير كبير. اولا تعالوا نتفق على قاعده كثير مهمه، من بدايه العلاقه الشكاك لا يستطيع ان يخفي نفسه ابدا. يعني من بدايه ما بيقول مرحبا بدي حابب اتعرف عليكي تعال نرتبط مع بعض، لاول وهله بيعتقدوا ان هي غيره وبيكونوا مبسوطين كثير وطايره عم يهتم فيني تماما بغار علي. لكن بعد فتره لما بتشعروا انه شكاك بلش يتدخل بالامور التفصيليه جدا فيكي وبلش يعمل مشاكل على اتفه المشكلات او اتفه المشاكل، ليش عملتوا ليش رحتوا وين اجيتوا ورجيني تليفونك، يعني التدقيق الزايد عن اللزوم، وبيبلش بيحكي كثير عن المؤامرات، الناس ما بتحبني، انا خايف من فلان، هذا عم يكذبنا، هذا عم يعملنا هذا. فمن البدايه بيعطي اشارات وهي نقطه لحتى انا يا بكمل اذا كنت قادره او لا. كملت تزوجت ما اكتشفت انه هذا شك ارتيابي او هذا بيعمل لي مشكله. قال القاعده الاولى بتقول لا تجادل الشكاك، لا تجادله ابدا. ليه؟ كل ما جادلته أكثر كل ما عليت عنده نسبة الابتزاز أكثر وبالتالي بتزيد الشكوك أكثر. فحاولوا أنه أنتوا ما تجادلوا أبدا. أنت عم بتبرر لي لأنه أكيد صح اللي أنا حاسس. يا عيني عليكي، مدام عم تبرر لي وتجادلي معناتها أنت في مشكلة عم تحاول أنك تخبيها. بس غالية منلاقي حالنا بكثير مواقف أنه أنا مضطر برر، أنا بدائرة الاتهام دوما مو أنا، عم بحكي بلسان بعض الأزواج. يعني بلاقي حاله حزين أنه إذا أمه دقت له ورجيني. طيب. ورجاها أول مرة 10 مرات 5 مرات 100 مرة. بس النساء شكاكات كتير ببعض الأحيان، يمكن بمجتمعنا عم بحكي لأنه هن قاعدين بالبيت، الزوج عم يطلع برا ويفوت، عم يحتك بالناس الغرباء أكتر، فبتصير هيك عتبة الشك عندها مرتفعة جدا. صح. أو عفوا متدنية هي لأنه بتشك فورا. صح. طب شو السبب؟ أنا بقول لك شو السبب، لأنه للأسف بيرجع بعد نهار طويل ما بيشاركها تفاصيل حياته. تسأله مثلا كيف كان نهارك، منيح، شو عملت اليوم، مثل كل يوم. فهي التفاصيل المبهمة، الإبهام يؤدي إلى الشك. لكن لما بيكون هو واضح وبيقول مثلا عملنا كذا ساوينا كذا بيخفف من هاي الآلية. نحن عم نقول إنه نحن لا نجادله إذا أنا عندي الشيء الدليل القاطع إنه أنا وين كنتي، كنت بالمكان الفلاني، أنا هاي ما مين عم تحكي، عم بحكي مع فلان. أنا بتحقيق دوما هلا لأقول لك شو، كأنه أنا بلشت بعلاقة أنا بعرف من الأساس إنه هذا الشخص عنده مشكلة، ورجع قلت لك من بداية العلاقة بيعطي وانت تابعت بهالعلاقة، فانا بدي للاسف اتحمل نتائج هالعلاقة. انا بورجي الحقيقة من دون مبررات، من دون مبررات تفسير واحاديث مطولة، وبحاول دائما ما اكون بساحة النقاش معه الشكاك. لما ما بتجادله بتعطيه الدليل القاطع وبتختفي عن وجهه، لانه انت مجرد ما بعدت فانت ما عاد تترك له مجال للمشاحنات. حتى انه مثلا يقول لك لا وانت صح وانت خطأ وانت بيصير وانت ما بيصير. في نقطة ثانية بنقول دائما نحاول نحكي معه بألفاظ واضحة، يعني ما نعمل عليه مراوغة كلامية، والله أنا عملت كذا لأنه كذا، لأنه هاي الكلمات إذا كانت غير مفهومة إله كمان بيعمل عليها بتفوت الدوامة، بيفوت دوامة وبيبني قصص ومشاحنات وبيبني أشياء وبيجي بيعطيك إياها بدلائل وبيشبعها مشاعر حتى كمان. فهي كتير لحتى يقتنع حتى هو ياخد العلاج السلوكي النفسي، صعب جدا إقناعنا على فكرة. يعني ختاما ولو بأقل من دقيقة، هل ممكن علاج الشخص الشكاك أو لا؟ صراحة هو من الاضطرابات المزمنة تحتاج إلى العلاج، بتتعالج ولكن بطريقة على المدى الطويل جدا. وهو بده يكون عنده استعداد أنه يتعالج من هذا الموضوع، والطرف الثاني يتقبل ويتقبل ردات أفعاله إلى ما بين يتقبل فكرة العلاج. في بعض الحالات تحتاج إلى أدوية مضادات اكتئاب ومضادات قلق تصرف حصرا من الطبيب النفسي حتى يقدر يضبط له الحالة النفسية. تمام، يعني تفاصيل كتير حلوة غالية، دائما بنسمع منك، بنتمنى لو انه الوقت يكون اطول لحتى ناخذ معلومات اكثر. شكرا كتير لوجودك معنا لليوم. شكرا كتير لكم، اهلا وسهلا فيك، نهارك سعيد يا رب. نورتينا، اهلا وسهلا. صار الوقت لنروح للشيء اللي ما في شك فيه ابدا، اللي هو جودة
ومدى لذاذة مذاق طبخات الشيف بشرى عزيز. تعالوا نشوف. صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ويا رب يكون يوم خير وصحة على الكل وأضحى مبارك على الجميع. اليوم وصفتي هي وصفة كتير سهلة بس هي كتير مطلوبة، اللي هي سلطة السيزر. رح نحضرها بطريقة كتير بسيطة وبمكونات المفروض أنه تكون موجودة متوفرة عنا. رح بلش أول شيء بتتبيل الدجاج. طبعا عندي هون نص كيلو. هلأ نحن بالوصفة الأساسية بنستعمل شرحات كاملة، وحتى يعني إذا بتلاحظوا الدجاج بيكون كبير، يعني سميك، شرحة الدجاج بتكون سميكة. هلأ أنا اليوم عم بستعمل الفتايل، بس أكيد هاي بترجع لإلكم. عم بستعمل الفتايل مشان ما ياخدوا وقت طويل بالاستواء. رح نبلش بالبهارات. عندي أوريغانو، عندي بابريكا، ورح حط أكيد ملح وفلفل. بستعمل الفلفل الأبيض أكيد لأنه فيني استعمل فلفل أسود، بس إجمالاً أنا بوصفات الدجاج بحب الفلفل الأبيض أكتر مشان ما يلون لي، يطلع لونه غامق. عندي هون برش ليمونة كمان رح حطها مع تتبيلة الدجاج، بتعطي طعم كتير طيب. وعندي رح حط كمان شوية ثوم مهروس، ما رح كتر ثوم بس إضافته عن جد رح تعطي كتير طعم طيب لتتبيلة الدجاج. عندي المكونات السائلة، رح حط شوية خل، عم بستعمل خل تفاح، ورح حط كمان عصير ليمون. اكيد عصير الليمون بترجع حسب قد ايه انا بدي اياها تكون حامضه، بس يعني عصير نص ليمونه لنص كيلو بتكفي. وعندي زيت زيتون. هلا لنص كيلو دجاج في عندي ربع كوب زيت زيتون، رح استعمل نصه مع التتبيله، والنص الثاني رح احط هون انا بالمقلايه. هلا رح شغل تحت للمقلايه، بس مو هلا، يعني انا ما رح بلش دغري قلي، رح اترك الدجاج شوي ينقع عندي، بعدين رح قلي مثل العاده. يعني بحطه على بعد ما حمي المقلايه، بحط الدجاج، بعدين بعد ما يستوي من اول طرف بقلبه على الطرف الثاني وبيكون استوى عندي. بس الفكره انه انا رح اترككم شوي منقوعين طالما عندي شويه وقت، ولو 10 دقائق هيك يشربوا من التتبيله. اكيد اكيد بالبيت ممكن اترككم ساعه، بغلف الجاط بحطه بالبراد على الاقل ساعه، واذا بتبلوا لسه من قبل بيوم بيطلع اطيب بكتير. هلا الدجاج مثل ما قلت انا رح اتركه، وبعدين رح اقليه بزيت الزيتون. هلا كمان رح نشتغل هلا بالفقره الاولى بالخبز. عندي هون انا التوست. التوست انا ما قمت الاطراف، يعني تركت الاطراف لانه نحن على كل الاحوال رح نحمصه بالفرن، وفيني حمصه بمقلايه كمان يعني، بس بدي احطهم بكميات قليله بمقلايه على الغاز، حراره تكون وسط. بعد ما تبل التوست كمان بيتقلى معي وبيتقرمش، بس انا هون رح احطهم بالفرن. كمان تتبيلة الخبز رح حط شوية ملح. أكيد بدوق الخبز بالأول، يعني إذا ما بدو إضافة ملح، بس بشكل عام الخبز يعني ما بيكون فيه الملح الكتير، مشان هيك وقت من تبله إذا محتاج ملح منحط. وحطيت فلفل أبيض، وكمان رح حط بابريكا، ورح حط أوريغانو. معظم الوصفات اللي فيها توست محمص هي تتبيلتي، يعني نادرا ما غيرها، اللي هنن الأوريغانو والبابريكا مع الملح والفلفل، ورح حط شوية زيت زيتون. مثل ما قلت لكم يعني ما بغيرها لأنه بحس أنه عن جد كتير طيبة، بتطلع الطعمة وبتلبق مع كتير شغلات. هلأ هون أكيد رح قلبهم منيح، رح حطهم بالفرن، بخلي عيني عليهم لأنه الخبز دغري رح يتقرمش وممكن ينحرق إذا سهيت عنه، فمشان هيك هلأ رح فوتهم على الفرن لبين ما يتحمصوا وياخدوا لون. والدجاج بعد شوي رح بلش قليه بزيت الزيتون. أكيد بالفقرة الثانية رح نعمل الصوص اللي هو أساس بسلطة السيزر، بس لوقتها أنا رح أترككم تابعوا باقي الفقرات مع مشلين ورد، وبنرجع بالفقرة الثانية إن شاء الله. شكرا كثير لك يا شيف. يسلم إيديك يا شيف. وصلنا على فقرتنا الطبية بحلقتنا لليوم. يعني في كتير أمراض بتصيب أطفالنا وبتأثر على حياتهم بشكل كتير كبير، وخاصة يعني الأشياء يلي بتخوفنا يلي بتتعلق بالدماغ، مثلا مثل التهاب السحايا يلي يعد من أكثر الأمراض شيوعا وخطرا، وبنسمع قديش بسبب أو بأسريعة الانتشار. تماما، يعني الله يحمي كل أطفالنا وكل أهليهم. ولكن ارتفاع الحرارة الزائد والتهاب السحايا هذا موضوع جدا مخيف، وبفقرتنا الطبية لليوم رح نحكي عنه أكثر ونوعي تجاهه، شو علاماته، شو أعراضه البدئية، وكيف بيتطور، كيف ممكن نتصرف بشكل إسعافي أو علاجي مع أطفالنا ونحميهم من الإصابة فيه
بالتعرف طبعا على اسبابه وكل هالامور المتعلقه فيه. الدكتوره رشا داغستاني اختصاصيه بامراض الاطفال والرضع وحديثي الولاده صارت موجوده معنا لتجاوبنا عن كل تساؤلاتنا. يسعد صباحك دكتوره. صباح الخير وكل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا بالف خير دكتوره. اهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. التهاب السحايا يلي نحن بنحكي عنه واي حدا يعني بيسمع بهالكلمه بخاف. بخاف عن جد. الكبير بخاف كثير وبيعطي الهم انه لا سمح الله طفلي يصير معه هذا الشيء. لو نحكي عنه كمصطلح طبي شو معناته؟ كمصطلح طبي التهاب السحايا اللي لنفهم شو هي السحايا. هلا نحن بنعرف انه السحايا هي القشرة او الغلاف اللي بيغلف الجملة العصبية المركزية الدماغ والنخاع الشوكي. تمام. يعني حتى هي السحايا مقسمة مثل ما بنعرف ثلاث اقسام، الام الجافية والطبقة العنكبوتية والام الحنون. هلا لما يصير في التهاب بالسحايا نحن بصير بهذا الغلاف المحيط بال مثل ما حكينا بالدماغ والنخاع الشوكي. هلا غالبيه طبعا الحالات بتكون التهاب سحايا لحال يعني، ولكن لا يمنع ان يترافق مع التهاب دماغ او يكون تالي له. يعني دكتوره بنفهم انه في عنصر ممرض فات لطبقه مزبوط السحايا. مزبوط. طيب دكتوره كثير هاي انا سؤالي كثير محميه ما تماما. هلا في كذا طريق للانتشار. هلا بشكل عام الانتشار الاشيع هو الانتشار الدموي. يعني كيف هو؟ نحن عاده البكتيريا او الفيروس، لانه نحن بنعرف انه التهاب السحايا نوعين، في فيروسي وفي بكتيري نحن حنفصل فيهم بعد شوي. فهذا العامل الممرض متى ما دخل الجسم من مكان ما بالتهاب بمكان ثاني ذات رئه او باي مكان ثاني او حتى بالجلد انه وصل للدم، فنحن ممكن ينتشر عن طريق الانتشار الدموي اللي بنسميه نحن تجرثوم الدم او انتان الدم يوصل للسحايا. وهذا الانتشار الاشيع. هذا لا ينفي انه في طريق ثاني للانتشار اللي هو مثل ما بيقولوا الغير دموي المباشر، يعني قريب للسحايا، يعني التهاب بمنطقة قريبة كتير للسحايا مثل التهاب الخشاء اللي هو العظم اللي خلف الأذن، أحياناً إذا في رض، أحياناً بعض القيلات السحائية، يعني شيء قريب للمنطقة أدى أنه إلى وصولها حقيقة. ولكن الانتشار الأشياء هو الدموي. هو الدموي. الدموي. تمام دكتورة. طيب خلينا نذكر هيك الأعراض يلي ممكن تظهر على الطفل دل والدته أو والده أنه هو في عنده مشكلة أو عنده التهاب سحايا، ولا ما ممكن تشخيص الحالة بشكل مباشر؟ هلأ تشخيصها بشكل مباشر لا أكيد شوي صعب، خصوصا بالأعمار الصغيرة. يعني هو ممكن يصيب، تخيلوا حديث الولادة، يعني من وقت الولادة لعمر الشهر، بعدين بأي عمر يعني طبعا فما فوق الشهر، لكن أنا شوي حفصلون أنه الأعراض حتكون عند حديث الولادة مختلفة عند الأعراض بالأطفال الأكبر عمرا. هلأ الطفل حديث الولادة حتكون الأعراض غير نوعية غير واضحة، رح يتظاهر بضعف رضاعة، بكاء مستمر، حتلاحظ ارتفاع درجة الحرارة، ممكن العكس تلاقي مو بكاء وتهيج، العكس تلاقي هدوء تماما، خمول عند الطفل، ميل للنوم ووسن، يعني الحالة العكسية. في حرارة بتكون؟ وفي حرارة طبعا. طبعا. وأعراض مثل ما حكيت غير نوعية واضحة. ولا تظهر الأعراض العصبية. يعني طفلي كتير هادي كتير رايق بضل نايم 20 ساعة بالنهار كذا، هذا ما ضروري دائما يكون شيء صحي. تمام. بس رح يلفت نظر الأم الحرارة، مو بس الحرارة، رفض الرضاعة هي أول عرض مميز إنه نحن لحتى تاخده على المشفى إنه أنا ابني ما عم يرضع أبدا. يعني العادة بهذا العمر بيرضع مثل ما قلتي، بينام ساعات نومه طويلة، لكن هي حتلاحظ. تمام. أول عرض اللي هو ضعف الرضاعة. تمام. أوكي. وممكن السحايا تصيب بس منطقة السحايا المحيطة بالدماغ، ولا كمان تمتد للعمود الفقري؟ تماما بتمتد للعمود الفقري، وممكن مثل ما قلت لك تكون مترافقة مع التهاب الدماغ، يعني مع بعض سواء أو تالي لإلها، يعني بعد ما يخلص من التهاب السحايا يفوت بالتهاب كيف الدماغ. كيف بدنا نتأكد أنه الطفل مصاب بالسحايا؟ كيف التشخيص بيكون؟ التشخيص الفيصل الأكيد أكيد بالتحليل اللي هو بذل السائل النخاعي الشوكي CSF، ينبذل بيندرس بينزرع. هلأ في تقنيات كتير حديثة حتى عم ينعمل PCR لينعرف
الفيروس نوعه وزرع لنوع عرف نوع الجرثوم المسبب ليتعالج صح. قبل الزرع ما في خطوة قبلها انه تدل انه ممكن يكون سحايا يشككنا بالسحايا؟ طبعا الاعراض وتحاليل الدم، يعني احيانا السي ار بي العالي كريات البيض العالية بتشكك الطبيب انه نحن هي اكيد ما لا انه فقط انتان عادي، نحن بنشك فورا بالسحايا. تمام. وطبعا حتى نحن لحتى ناخذ خطوة الثانية اللي هو البزل لازم كمان الطفل يندرس صح، يعني في حالات نحن ما فورا بنبذل بعد استشارات وبعد ما نعمل مثلا طبقي محوري نتاكد انه لا سمح الله ما في افه بالدماغ او ارتفاع بالتوتر داخل القحف لانه ممكن تسبب مخاطر للطفل. تمام. دكتورة ذكرتي حضرتك انه الرضع غير الطفل، اعراض بتظهر عليهم غير الطفل اللي بيكون بعمر اكبر، شو هي الاعراض اللي بتظهر على الطفل الاكبر؟ كل ما كبر الطفل كل ما كانت الاعراض اوضح واقرب للعلامات العصبيه، يعني هذا الحراره موجوده بالحالتين. تمام. رح نلاقي ظهور الاقياء، هلا حتى حتشكي الام انه في اقياء، في صداع، في رهاب للضوء، هي عرض ملفت تلاحظوا الام انه هو ما عم يتحمل الضوء، مرتكز عصبيا. تماما. العلامة الواسمة لأن كفحص سريري اللي هو صلابة النقرة، أو حتى ما حيفهموا كتير العالم اللي هو تيبس الرقبة، أنه محاولة أنه نتني الرقبة أو الذقن إلى الصدر صعبة، يكون في يبوسة صعبة. تماما. في علامات فحوص، علامات سحائية كمان بروزينسكي، وممكن كمان نعملها نفحصها للطفل لنأكد أكثر أنه نحن فعلا بعد تخريش السحايا في ألم بعمر. تمام. أكبر. تماما. كل ما كان أكبر كل ما كانت العلامات العصبية. قد أحيانا يراجع الأهل بقصة اختلاج أو يعني أو حتى ممكن ما يوصل التشخيص لنكون بمراحل للأسف أنه متقدمة فايت بمرحلة الصدمة. لأنه نحن شو بيساوي معظم الأهالي أنه ارتفعت حرارته بيعطوه خافض حرارة، خذ حب التهاب، خذ دواء التهاب، بيضلوا لحتى أنه ما عم تنزل الحرارة. فلا، الأفضل أنه لنحمي طفلنا نشخص فوراً عن طبيب متخصص. طبعاً. ختاماً دكتورة، شو العلاج؟ يعني كتير بسمع أنا أنه والله طفله معه سحايا فوته على المشفى وعلقوا له مدري شو مصل وقصص. كل سحايا بدها مشفى؟ لا، مو كل سحايا بدها مشفى. هلأ السحايا عادةً وهي الأشياء بتكون الإصابة فيروسية، ومع ذلك نحن منعالج وحسب حالة الطفل. إذا جايك الطفل بأعراض عامة، تعبان، هبوط ضغط، طفل ما عم ياكل، هذا اكيد حتى لو كان فيروسي فنحن بدنا نقبل بالمشفى ومنعالج، حتى حسب نوع الفيروس منعالج. يعني في فيروسات ما لها انه علاج نوعي، بس في فيروسات من احد احنا الاشياء هو الفيروسات المعويه، وبتجي بالمرتبه الثانيه اللي هو الهيربس، فنحن بنعطي مضاد فيروسي بحاله الهيربس الاسكولفيه. فنحن حسب العامل الممرض وحسب حالة الطفل. حتى لو كان فيروس منعالج علاج محافظ؟ طبعا منعالج، لأنه وحتى أحيانا بنعطي أنتيبيوتيك لأنه بتتأخر نتيجة الزرع. نحن ما بنترك الطفل بدون علاج، خصوصا بحرارة عالية. تماما. كخطوة استباقية. لكن متى ما ظهرت نتيجة التحليل وتيقننا شو العامل الممرض منعدل بقى بخطة العلاج. تمام. لكن مثل ما عم نحكي احنا في علاج نوعي وشافي، ما بدنا نخوف الأهل كتير. يعني مو كل يبوسة فهي سحايا، ومو كل حرارة هي سحايا، ومو كل ارتكاس للضوء هي سحايا. وننبه على نقطة، في كتير مغلوط شائع بين الأهل انه قال الحرارة هي بتسبب السحايا. لا لا أبدا. عن جد هي الفكرة العامة، هي فكرة تلاقي أكثر من الأهل انه نحن عنده حرارة، حرارته عالية، الحرارة هي سببت له السحايا. لا تخليه يوقف كتير تحت الشمس لأنه بصير معه سحايا. سحايا. نحن وصغار نسمع على هاي الجملة. إيه لا، هو الفكرة الفعلية إنه هي السحايا هي بتعمل حرارة. لكن ليش بيفكروا الأهل أحيانا مثل ما ذكرنا بيطول التشخيص، ممكن يتأخر لأسبوعين ثلاثة حرارة حرارة وما عم يشخصوا إنه هو سحايا. تمام. عم يعطوه إنه عم يعالجوه على شيء تاني، على إنه أي إنتان أو مثلا هي الحرارة، هي سحايا سببت حرارة وليس العكس. تمام. التشخيص لعرفنا انه سحايا لبعد اسبوعين ثلاثة، فبشو بيقولوا معناتها الحرارة هي اللي عملت سحايا. معلوماتك. فنحن بدنا نصلح هذا المغلوط انه لا، هي ما لا تسبب تمام سحايا. تماما. يعني دكتورة معلومات جدا مهمة عرفناها من حضرتك اليوم، ومثل دايما أهلا وسهلا فيك وشكرا لوجودك معنا. أكيد. ولو أني يعني حأخذ ثانية بس لنأكد موضوع بس الوقاية، أنه نحن إذا تشخص طفل بالبيت لازم نعطي الوقاية للمخالطين، الأهل اللي عايشين معه بالمنزل سواء كبار وصغار. تماما. أوكي. لأنه هو معدي. شكرا. شكرا دكتورة. We'll be right back.
يسعد صباحكم عن جديد، ويلا نكمل وصفتنا لليوم اللي هي سلطة السيزر. نحن جهزنا الجاج بالفقرة الأولى وجهزنا الخبز. الخبز تحمص مش حاله بالفرن، ما بياخد يعني دقيقتين ثلاثة، بس أخذ هيك لون وقرمش بطلعه من الفرن. طبعا نحن حطيناه من بالفرن بعد ما تبلنا ببابريكا وأوريغانو وملح وفلفل أبيض وشوية زيت زيتون. بالنسبة للجاج كمان تبلنا الجاج وهلأ عم قليون، باعتبار أنه أنا عم بستعمل الفتاية حجمهم صغير فبحطهم على حرارة وسط لعالية. إذا عم بستعمل الشرحة كاملة لا، بخلي النار هادية لوسط لحتى أضمن أنه هو استوى من برا وأخذ لون حلو، استوى من جوا وأخذ لون حلو من برا. هلأ خلونا نعمل الصوص. أنا الصوص رح أعمله بالمكونات اللي موجودة عنا، بس رح تطلع النتيجة عن جد كتير طيبة. هلأ أكيد هو صوص السيزر مو هيك بيتحضر. إذا بدنا نحكي بالوصفة الأساسية، الوصفة الأساسية فيها مكونات ما أنا متوفرة عنا، اللي هي مثلا سمك الأنشوفي أو الأنشوغا أو الأنشوا اللي هو بيجي سمك مخلل طعمه مالح كتير، بيستعملوا منه قطعة صغيرة كتير، هذا اللي بيعطي هذا الطعم الأمامي لسلطة السيزر. وبيعملوه مثل المايونيز، بداية المايونيز اللي هو صفار بيض مع خردل مع عصير ليمون، بس بيستعملوا زيت زيتون بدل الزيت النباتي. هلأ أنا اليوم استعملت مايونيز جاهز، رح أضيف عليه البهارات اللي عن جد رح تطلع طعم الصوص كتير طيب. عندي هون رشة من الأوريغانو، رح أحط خردل. هلأ هو المايونيز أصلاً بيكون فيه خردل، بس لحتى أعزز النكهة كمان رح أحط تقريباً معلقة صغيرة، كمان رح أحط شوية ثوم. هلأ أنا ممكن هاي المكونات كلها حطها بالخلاط وأخلطهم بيطلع قوامة أزبط، بس أنا اليوم بدي أعملكم إياها بطريقة كتير سهلة، ما نضطر أنه نستعمل أدوات. هلأ هون رح أخلطهم شوي، والثوم ممكن اللي بزيت زيتون، يعني يجيب حبة كاملة، حبة تكون كبيرة شوي، قليها بزيت زيتون وبعدين حطها مع المكونات وقت بدي اخلطها بالخلاط. بس مثل ما قلت باعتبار انا اليوم ما بدي استعمل خلاط فعم بستعمل الثوم ني ومهروس. بعدين رح احط اكيد شوية ملح، ما رح كتر لانه رح استعمل جبنة، ورح احط شوية فلفل ابيض. وباعتبار انه نحن ما بنستعمل سمك الانشوفي، رح البديل لقله لحتى يعطيني مثل ما قلت هذا الطعم الأمامي الكتير طيب لصوص السيزر، رح استعمل صويا صوص، رح تعطيني كمان نتيجة كتير طيبة. بعدين رح حط عندي عصير ليمون وعندي شوية خل كمان رح ضيفهم، خل ما رح كتر، رح حط شوية صغيرة. أنا ممكن بلش بكل هاي المكونات وأعمل المايونيز، كتر كمية الزيت واستعمل صفار بيضة مع هاي المكونات. أول شي بخفق صفار البيضة مع الخردل وعصير الليمون، بعدين ببلش بحط باقي المكونات وبنزل الزيت بشكل خيط رفيع. رح حط كمان عصير ليمون، طبعا عصير الليمون يعني كمان هي حسب الرغبة، بس أنا بعرف أنه معظم العالم بيحبوا طعم الصوص يكون شوي حامض. هلأ هون رح أضيف عندي آخر مكونين اللي هن زيت الزيتون، رح بلش حطه وأنا عم بخفق لحتى طبعاً نحن حطينا سوائل بالمايونيز فمشان هيك رح يصير شوي مريء، بس أنا لما بكون عم بخفق وأنا عم نزل الزيت رح يرجع يعطيني هاي السماكة لقوام الصوص. هلأ هيك رجع سمك عندي الصوص. بعدين آخر شيء، هلأ هذا المكون هو اختياري بس كمان بيعطي طعم كتير طيب، اللي هو جبنة البارميزان. ما عندي بارميزان، ممكن استعمل الأشقوان، بس أكيد البارميزان رح يعطيني نكهة أطيب للصوص. إذا يعني عم دور على النكهة الأساسية اللي ممكن نحن ناكلها بالمطاعم، هي النكهة بتجي من جبنة البارميزان. هلأ هون طبعا تركت من الجبنة شوي لحتى زين الوجه. عندي أكيد أنا مجهزة الخس، غاسلته وفرمته، بالعادة بنفرمه يعني قطع ما تكون كتير صغيرة ناعمة، هي مكعبات. وقت التقديم يعني أنا هلأ ما رح أخلط الصوص مع الخس، وقت التقديم لحتى ما يدبل عندي الخس رح حط تقريباً 3/4 كمية الصوص
وتبل فيه الخس، بيكون عندي دجاج استوى، رح حط الدجاج، رح حط التوست، بعدين رح حط باقي الصوص وزين بجبنة البارميزان، ممكن زين بالبندورة الكرزية مثلا، جبنة البارميزان ممكن حطها شرائح، ما حطها هيك مبروشة. هلا هدول كلهم تفاصيل يعني رح تشوفون مثل العادة بنهاية الحلقة وقت التقديم. هلا الدجاج رح اتركه انا لبين ما ياخذ لون، وانا حطيتهم بالمقلاية المحززة، ان شاء الله ياخذوا هيك هذا الشكل لحتى يطلع كمان شكلها حلو. مثل ما قلت يعني هاي التفاصيل كلها رح نشوفها بنهاية الحلقة، بس هلا رح ترجعوا لعند مشلين وورد اللي بلشوا عم يشموا روايح. سمينا سمينا الروايح والدجاج لما ينحط مع الخس مع البهارات والتوابل اللطيفة والظريفة من تحت ايديكي ريحته رائعة. هلا انا بتوقع ورد انه بتحب هيك شغلات اللي هي رياضية. ممكن تعتبرها وجبة متكاملة لانه على الخبز الخس الخضار يعني مع الدجاج. اوكي كنت عم قله لورد انه بس شوف لي شيف بشرة وقت تطبخ لك حتى الدجاجات هيك اطبعها بيحكوا بظلطوا متناسقين عن جد منظرهم بتحلي القلب. هي التفاصيل ميشا كثير كثير ضروريه، لانه انا هلا مثلا حطيت دجاج اذا ما كانوا كلهم نفس الحجم رح يستوي عندي قسم وقسم لا يستوي شيء ما يستوي. والحلو انه الخبز شويتي شوي ريحته فحل شوي مو حتى التوست ريحته فحل. يلا مره جايه سلطه يونانيه خلص. شكرا لك شيف. شكرا شيف. من الأمور يلي كتير بحبها أنا ببلدنا وبحمد ربي عليها إنه عطاني فرصة عيش بكل محافظة، مو بكل محافظة، بكتير محافظات عدة مرات. أي مثلاً اللاذقية اللي بيعيش فيها بيتعلق فيها، عشت فيها تقريباً سنتين، فالتعلق بالمدينة يلي بينولد بالشخص اللي بيعيش فيها والتأسيس اللي بيأسس حاله فيها، عم نحكي عن بطلتنا طبعاً هلا، بتفاصيل دراستها بعيلتها بغيرها بخليها انه تسأل عن ماضي هاي المدينة وتتعطش لكل شيء بحاراتها وتستذكر بكل حب ومشاعر مختلفة ممزوجة بالشوق للطفولة والذكريات الأولى ولكل لحظة حزن حتى وفرح مرت فيها وما غابت لحظة عن ذاكرتها وبقيت دوما منبع للإبداع. تماما ورد، يعني هذا عن جد هي تفاصيل كتير حلوة. في أشخاص ما بيكفيها أنه هي تعبر عن المشاعر والذكريات تجاه المدينة أو البلد يلي ولدت فيها من خلال الحديث عنها بس، لا في عالم من شدة التعلق بيصيروا بيدوروا على أي طريقة ينقلوا هالمشاعر للناس التانين يلي قاعدين معهم ليفسروا لهم أنه هن هالمحبة شو معناتها من شو من وين طالعة ونابعة. فأما بيكتبوا شعر عن مدينتهم أو بيغنوا لهالمدينة أو بوثقوها يمكن بالريشة والألوان، هذا الشيء تماما يلي عملته سيدة بعمر 90 سنة بنت مدينة اللاذقية طبعا الفرنسية ألينو، رح نعرف عنها تفاصيل كتيرة وعن الأشياء يلي عملتها بتقرير لسارة مرتضى. حب الأخبار أكثر شيء كنت حب الأخبار، كلهم يقولوا لي إيه ليش بتحبي الأخبار طلعي بالتلفزيون وبالراديو، كنت حب الأخبار يقولوا لي بلو في المسلسلات حلوين، قالوا لنا بحب الأخبار أكثر شيء بدل ذكر ذكر من شي بده يروح بده يدل ذكر. Je parlais beaucoup de bien des Syriens. J'ai toujours défendu la Syrie quand j'étais quand je voyageais en Angleterre ou en France. J'ai toujours beaucoup défendu la Syrie. C'est un très beau pays et il ne mérite pas ce qu'il a eu. ما بيستاهل هالمسا. هاي امراه في 65 سنه، هاي 65 سنه هاي. اكثر بيجوا 70. بيقال انه بداخل كل شخص فينا بيسكن طفل صغير بيرافقنا مهما تقدم فينا العمر، وبيظهر اوقات كثيره وبمجرد حديث بسيط قادر يرجع الذاكره سنين كثيره للماضي. كثير حلوين اللوحه. ميرسي كثير. بس مو الروح والكلام لحاله بيحمل الحكاية، هي معمولة من شي 50 سنة هيدي، لأن حتى التجاعيد يلي بتبقى مملوءة على الوجه كمان بتحمل قصص بلشت وانتهت بزمن، لكن لمجرد تطلع فيها بتشوف الحنين والشوق والتعلق بالماضي بكل لحظاته. آلين جوفروها متعلقة بتفاصيل مدينتها اللاذقية يلي ولدت وعاشت فيها مع عائلتها وفيما بعد مع زوجها وبناتها، فمن صغرها اعتادت توثيق أزقتها القديمة وأحيائها
على الورق بأسلوبها الخاص. ساعدني كثير الفن، كنت أنسي كل همومي وقت أخسر. بحب الأنتيكات، ما بحب كل شيء جديد. ما بحب غير الأنتيكات. لازم واحد يحب الشغلة تنجح. أنا اسمي ألين جوفوا وجوزي من بيت مصري. وقت تزوجت كان عمري 29 سنة، كان كويس كتير. ما يحب الرسم بس خليني أرسم، هيدا ساعدني. وولادي ساعدوني أسي، يعني خلوني كلهم ما يضايقوني وقت أرسم أبدا. وهلأ عمر حضرتك؟ 90 سنة. بنتي أول وحدة وقت تزوجت سكنت الشام 5 سنين، روحوا اجي عندها. بعدين سافرت على انجلترا، بعدين بنتي اريس تجوزت مع ابراهيم اندلفل. نشكر الله اثنيناتهم كويسين. انا صار لي هلا 65 سنه عم بغسل. امي سوريه من بيت العشي وابوي فرنساوي، بروفي كنت سوريا، بعدين رحت على لبنان. من لبنان البكالوريا أخذته باللبنان، وبعدين عملت 4 سنين تعلمت الرسم ببيروت. أمي تقول له لأبوي حرام ما تبعتها على إيطاليا، ما تكون مصرياتك. هيك هي تقول شو يعني، من زمان الرسم ما كان عنده أهمية، من زمان بلادية إنه شو الرسم تتعلم شيء، يعني تتعلم شو من كان، بس ما الرسم يعني ما تعطي أهمية للرسم أبداً. بس أبوي حرام حس إنه بحب هيك بده يساعدني. وقت بلشت أرسم كان عمري 18 سنة. كان في هنيك مدرسة كانت كويسة كتير ببيروت. بعدين أبوي بعتني سنة بإيطاليا تعلمت هنيك، بس بيروت كان أحسن من إيطاليا. ببيروت يقولوا لي بتنجحي بالمائي أكثر من الزيتي، وكان هيك كثير كثير الدرس كان كويس. بعد ما رجعت من إيطاليا قلت لازم أعمل معرض، بقى عملت معرض ببيروت، وبعدين عملت 3-4 بلادية. كنت عم تسجل بلادية وشفت حارة قديمة مع بيوت قديمين، عجبني كثير قلت لازم أرسمها. ثاني يوم قال لي جوزي فين رايحة أخذها؟ قلت له بدي أرسم. قلت لي فين بدي أرسم؟ قلت له هونيك بالطريق. قال لي لك هونيك بجوز خطر. قلت له لا بدي أروح أرسم. حسيت حالي إنه إذا ما برسم هالصورة راح أمرض قد ما حبيتها. هي أول صورة عملتها بلدية. بعدين وقت شفت العالم كثير كويسين هونيك ولطيفين، كثير كويسين يفتحوا لي بيوتهم، صرت أرسم. دليت 20 سنة عم برسم بهالحواري القديمين، طريق المرفأ القديم تاع اللاذقية عملته كله من البداية للآخر. وبعدين اللاذقية بعتتني على الشام، وبعدين عملت هيدي المعرض الجاليري أورنينا بالشام، هاي كانت كويسة كتير. هيدي بالشام جاليري أورنينا، هيدي من شي 25 سنة. كأشياء قديمين الشام بكتير أحلى، شام أحلى وبتسلي أكتر. بس اللاذقية يعني أسي فيها شيء حلو كتير، الريف تبعها كتير حلو اللاذقية. هيدي عضايا من زمان كتير، كنت روعة كساب بالصيف بس تصور البيوت القديمين. كان في بيوت قديمين كتير حلوة، طبيعة كتير حلوة. هيدي عضايا بعدين طلع المسلسل، هاي قبل المسلسل. وهيدي حارة الشحادين باللاذقية، هيدي حارة الشحادين باللاذقية، هي قصي كله ما بقى موجود هلا. وقت بشوف شغلة مثل زهر، مثل شيء قديم، بيت قديم، لازم ارسمه. ما برتاح غير وقت برسمه، هيك برتاح بكون مبسوطة. أنا وقت كنت بالمدرسة ببيروت صرت بلشت بأهيد شيء زهر. يقولوا لي الاثنين بروفيسور، كان عندنا واحد تلياني واحد لبناني، يقولوا لي كثير تنجحي اكثر شيء اعملي زهر. صرت ارسم كثير زهر. بعدين وقت رجعت على اللاذقية وشفت هالحارات القديمين صرت ارسم بعد القديم. بس يعني ارجع اعمل زهر اسي، ارسم الاثنين زهر وهيدا. ما
مكتب جوزي خلينا ذكر منه ما بعنا، حكيت كله حاطي فيه وعندي مخزن بلاديه. وقت طلع صوري بقول كيف عملت، كيف رسمتهم، هلا عم بنصت كيف رسمت كل هالصور. ألينو كما يلقبها الجميع، رغم سنها بتحمل بداخلها روح شابة مرحة ونشيطة ومهتمة بعالم الأناقة، وهي كل حين وحين بتعود لممارسة شغفها بالفن. بإيدينا يلا نعمل فرحة الدنيا نحليها، ونخلي الراس مرفوع ولا نقطة نخلي فيها. بنيو بارك عالم أحلى، حلم بيكبر نبقى فيه. بنيو بارك عالم أطيب نبقى فيه. صحة حبيبة ركز بنيو، صحة والصحة يعني نيو بارك. نيو بارك، خلي راسك مرفوع. صباح الخيرات عن جديد لكل يلي عم يشوفونا على شاشة سماء الفضائية. يعني عيد وما عيد وأخبار فنانين، وهذا عمل حفلة وهذا تخانق مع هذا، ما بظن. يعني كنا عم نحكي إنه 4 أيام تسامح ومودة ومحبة، وإن شاء الله هيك. شغالة المسامح كريم عن جد هيك شوي. ستايل المسامح كريم. الله يديم الوفق يا رب بين كل الناس، بس إنه لازم نعرف تفاصيل وأخبار عن الفنانين وشو صار معهم هيك بأسبوع العيد. كل هاي التفاصيل مثل العادة بنعرفها مع المدام هدى. أهلاً وسهلاً. بونجور مدام يشلين. كتير مدام. يسعد صباحي. كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير. وأنت بألف خير يا رب، بخير وسلامة. إن شاء الله يا رب يكون هيك هذا العيد قطع بخير ومحبة وسلامة إن شاء الله يا رب. الحمد لله. أخبار الفنانين، إيه هاي الفترة جميلة. هي الفترة فيها انتعاش مرعب. عيد أضحى وموسم صيف. فتخيلي بقى أنت. وين بس. كله سوا. جميل. بيكون الكل عنده نشاط. بيكون الكل موجود، الكل بده يثبت نفسه، الكل بيكون حتى في بعض منهم بيكون هيك في شيء اسمه عند الفنانين سبات شتوي، ما بيعملوا شيء كل الشتاء فبيستنوا موسم الصيف، وكتار كانوا هيك فعلا. بالنسبة لعيد الأضحى، بيروت كانت أخذ الحصة الأكبر بالحفلات. ليالي بيروت وجمال لبنان، وهن المصدرين للسعادة، هن بيحبوا الفرح، هن بيعرفوا كيف يعملوا حفلات وتتنظم وتوصل عربيا وعالميا، هن خبرة بهذا المجال. اوكي، في كثير من الفنانين قطعوا سنوات طويلة عن الغناء في لبنان، لأنه نحن طالعين من فترة كانت صعبة على كل المجالات، ظروف مو بس على الفنان طبعا، تماما. كورونا، الحروب، الحرب الاقتصادية، الزلازل، للأسف كوارث طبيعية صارت خلال الفترة الماضية. أهم الحفلات صارت أكيد في لبنان، وكان في إلها صدى كتير جميل، عدد كتير كبير من الفنانين أحيوا أجمل ليالي عيد الأضحى بلبنان. ولكن الحفل الأكثر صدى هو وجود نجوى كرم بعد غياب 4 سنوات عن الغناء في بلدها. كتير جميل الاستقبال، هي طبعا. جميلة، هي راقية، هي بتعرف وين تغني وإيمت تغني وكيف تغني. فترة انقطاعها عن الغناء بلبنان بسبب حزن شعبها، هي بتقول، هي حدا أساساً بتحسيها نفسي، يعني هي حدا نفسي كثير اجتماعي بالإسرائيل. طبعاً أكيد، وأكيد كان النصيب الأول لغناء أغاني ألبومها الجديدة هو في لبنان. فغنت أكثر من أغنية شغل موسيقى، بالإضافة إلى أغنيتها كاريزما. الجمهور أكيد حب. كان في تعليقات كثير كبيرة على نجوى كرم خلال الفترة الماضية، إن الشركة المنتجة ما سوقت للألبوم بشكل كافي، ولكن نجوى لاقت تبرير للشركة وقالت هن عملوا يلي بدهم يعملوه، ما في أكثر من هيك. إذا في ثغرات أو مشاكل بيني وبين الشركة بتنحل، في عشرة عمر بينها وبين شركة روتانا. هذا الوفا، هذا الإخلاص للصراحة. أما حفلها بلبنان كان الأجمل وكان الأرقى وكان الأول، هي أول حدا افتتح أكيد هاي الحفلات. جبت لكم مقتطفات من هذا الحفل الجميل، وبرجع حتى بقى لكم الفنانين عدا بعيد جدا عن الحفلات، في كانوا عم يعملوا لنا حفلات بالاغاني الجديده والهتات الجديده اللي نزلوها خلال عيد الاضحى. تعالوا نشوف حفل نجوى كرم في لبنان.
سهل ليالي بيروت. فنانة كبيرة اسمها رندا الكعب. أما خبر التالي فهو عن جديد صابر الرباعي، اشتقنا له. عنده غياب فظيع مع أنه حاضر، ما بعرف شو السبب. جمهوره عم بيضل يسأل عنه مع أنه موجود، موجود حفلات، موجود بأغاني، بس خلص بدنيا أكتر. بدنيا أكتر، فعلا بدنيا أكتر. نزل أغنية باللهجة المصرية، افتتح لنا أكيد في موسم الصيف. الأغنية تشبه صابر الرباعي، اوكي ريتمها هادي ورومانسيه، مو مثل الالبوم يلي نزلنا اياه من سنوات. بس يبدو صابر خلص هالفتره مقتنع بقصه انه انا بس بدي نزل اغاني فقط. يعني انا ما من فتره طلعت اشاعه حيعتزل، يعني انا قريت هيك شيء. اعوذ بالله اعوذ بالله. انه هيك فنان انه وصل لمرحله الاستاذه، فهو استاذ طبعا طبعا، فانه خلص انه ما عاد له خلق يمكن، ما بعرف، هيك قريت بعده مواقع. ورد في فنانين ما لهم بهي المهنه لانهم بحاجه لهي المهنه، ما فيهم يعيشوا بلا الغناء، ما فيهم يعيشوا بلا انتاج الفن، ما فيهم، ما بيقدروا صراحه يعيشوا. الاستاذ صابر يعني هو من الاسامي يلي كثير بنزعل اذا لا سمح الله يوما ما قرر يعتزل. هلا انا وميشا اعوذ بالله شو هالفكره. هي الاشاعات كثير بتكتر على الفنانين، وبصراحه ممكن يكون كونها انتشرت الفتره الماضيه. اغنيه اللي يهمك هي اللي نزلها بتكون رد انه انا ما فيني اترك الفن، هذا حكي فاضي. عنده حفلات كثير كثيره بصراحه بموسم هذا الصيف، ما اكد لنا اذا في اغاني ثانيه او اذا في شيء عم بيحضره مناسب اكثر لفصل الصيف، ولكن يلي مهم انه هاي الاغنيه فعلا عم تلاقي صدى ونجاح كثير كبير، لانه اغنيه بتذكرنا بصابر الرباعي سابقا وبالاغاني الرومانسيه المصريه يلي كان يقدمها. يلي ما سمعت عم نسمع سوا. اما الاجدد خليني أقول الأشطر، تستاهل لقب الأشطر بلقيس. عندها ذكاء بالاختيارات، عندها ذكاء بالظهور، ودائما بتحسب حساب لأي جديد بتعمله. بلقيس سبحان الله من السنة الماضية لليوم بتحسي كان في عندها خط من الشهرة كتير واضح، بس من 2022 وال 2023 ما بقى فيها تتراجع. هي عم بتقلنا انه انا ما عاد فيني اقدم اغنية مو ما بتليق بجمهوري، اقل مستوى. فهي صارت اوعى جدا بالاختيارات، صار في عندها صمت مطول لحتى تنزل اغاني، صار في عندها خصوصية جدا واضحة على كل تحضيراتها. نزلت خلال عيد الاضحى وما حدا بيعرف. انا هذا الشيء كثير عم بعشقه بالفنانين الصراحة. انا بحب الفنان يلي ما بيحسسك انه انا عم بعمل شيء، ما كثير بروج للقصة. انه بعد شهرين حنزل غنية، يلا بقي لك 3 ايام، يلا بقي لها يوم، اربع. هذا اللي كان يميز فنانين زمان اذا بتوافقيني الرأي، هدى ومشلين. يعني مثلا القديرة سامية الجزائري قديش مقلة كانت صحيح بلقاءاتها، اصلا ما شفت الا لقاءات صحفية. ما بعرف، في كثير ناس مقلين بظهورهم وتصريحهم، بيقول لك انا جمهوري حبني لفني صحيح، فخذ مني فني، فن فقط. تماما. وهذا الشيء اللي عم حس اغلب الفنانين عم يمشوا فيه، صايرين كثير عم يتمنوا عن الظهور بالاعلام. يبدو في بعض من الوسائل الاعلاميه او بعض القنوات الاعلاميه هي بتاخذ لقاء الفنان بمنحى ثاني، وهذا ما حلو. صح. يعني صار الشاطر يلي بيعمل سكوب على حساب الفنان. صح. الشاطر يلي بيجيب فنان ويطلع منه حكي وشي شخصي، لا بيقدم بفنه ولا شيء، هو بس يلي عم بيقدم او القائمين على برنامج معين هن اللي بيصيروا مشاهير على حساب الفنان. فلا، بلقيس مبتعده هيك صار لها فتره عن جد بعيده، وفجاه اول يوم عيد الاضحى عم بحضر انا، حتى انا كثير تفاجات، اسم الاغنيه غلاك الزم. يعني انا بحشت غلاك امبارح قعدت غلاك شو الزم، يعني بحاجه غلاك الزم. لا. الزم يعني بحاجته. لازم او لازم. لا هو مو من لازم، هو من بحاجته. انا احتاجه. ايوه تمام. اوكي الزم. طيب حتى اقدر الفظها لازم افهمها.
بلقيس عن جد الأغنية عم تلاقي صدى ونجاح كتير كبير. فيديو كليب مختلف، أول مرة بتطلع علينا هيك بلقيس، فيديو كليب كتير بسيط كأنه فوتو سيشن وعم تصور مجموعة صور، وفاجأت فعلا كل محبينا وقالت هي هي معايدتي لألكم بعيد الأضحى. تعالوا نسمع. يلا تفضل. أمل مختلفة والمتجددة دائما هي رحمة رياض. من وقت ما قالت لنا أنا في عندي ألبوم اسمه أنا اليوم، الكل ناطر منها الجديد، لوك مختلف، طريقة الفيديو كليبات مختلفة، هو مكان ثابت. يعني هي نزلت لنا هلأ كلام الحب، والأغنية الثانية حملت عنوان صفحة جديدة، اثنيناتهم بنفس الزاوية. كيف الزاوية؟ يعني بنفس الديكور، بنفس المكان. يبدو هيك كل أغاني الألبوم خلال هذا الشهر رح ينزلوا كلهم، ما بنعرف كم أغنية، ولكن أنا اليوم هو عنوان الألبوم. أنا بانتظار هاي الأغنية. في جديد عند رحمة رياض، هي دائما مختلفة ودائما بتحب تقدم الأفضل والأجداد. في كتير ناس فكروا أنها رح تعتزل بعد المشكلة الشخصية اللي صارت معها، واللي هي أنها خسرت طفلها الأول، ولكن لا، هي مستمرة وفي دعم من المحيط. بدها تكمل أكيد. طبعا أكيد، وفي دعم عندها من المحيط، بالإضافة عندها حفلات، وأكثر حفلات حتكون بالعراق، عم بتنافس على نجمة العراق الأولى. ويبدو رحمة عم تقدر تأخذ هذا اللقب بجدارة بسبب الاستمرارية. بينه وبين سفا حسون طبعا لحد هلا هن كل نجوم العراق عندهم هيدا هاي المشكلة. واحد. كلنا رقم واحد. نعم، وكلهم رقم واحد. جمال على واحد. ديروا بالكم على حالكم. الله يستركم. نلاقي ذكرتيني بوقت الانسات الابتدائي يوزعوا الجلاءات، فمشان ما يزعلوا حدا يقولوا كلكم مرتبة أولى، كلكم بس ورد سباغ الأول على الصف. لا دخيل قلبك. لا لا، كنت الآخر من وراء، فكلهم مرتبة أولى. صحيح أكيد. ولا بغض النظر، نجوم العراقيين هن المميزين، عماشين بهذا الخطاب. أنا لازم يصنفوا بعيدا عن الألقاب، المهم الانتشار عربيا، المهم صح الجمهور بيحكم. تماما، الجمهور بيحكم، والاستمرارية والاجتهاد بتحكم. صح. كمان عند كل فنان. أنا يكون خلصت أكيد أخباري وجديد اللي كان خلال فترة عيد الأضحى، وأنا إن شاء الله أشوفكم ثلاثة بتفاصيل فنية جديدة. شكرا يا هدى. أهلا وسهلا فيكي. أمتى مع صفحة جديدة؟ تعيني صفحة جديدة. تفضل. صار الوقت مشاهدينا لنعرف حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج الـ 12 مع مدام نجلة أباني. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير وأضحى مبارك. اشتقتوا لي بالعيد جدا طبعاً. والله I love you. يسعد أوقاتكم وتضلوا دائما بخير ودائما أيامكم سعيدة مرتاحين ومبسوطين. اليوم 2/7 يعني 2 تموز، تمنياتي للجميع بالكثير من الخير. كواكبنا ما زالت في أماكنها، عطارد كوكب السفر الأوراق المستندات يتقدم في برج السرطان، إضافة لوجود المريخ كوكب الطاقة في برج الأسد، وكمان الزهرة كوكب الحب العواطف الصداقات يتقدم في برج الأسد. هلا هاي الخريطة الفلكية بوجود المشتري أيضا كوكب الحظوظ السعيدة في برج الثور، عم بيخلي مولود برج العقرب الدلو يعتبروا الأكثر ضغطا بهاي الفترات. هلا أنا من مشاهداتي بس أنا رايد أقول لهاي البرجين التزموا بالقوانين. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم حريص على سلامة علاقاته، قادر تقنع الناس بوجهة نظرك، عندك ذكاء، مهارة، دبلوماسية، واجبات، إنجازات، التزامات، أنت مؤثر ومفيد بمحيطك وحواليك ناس بتحبك عم تمنحك تعاطف، واليوم في نتائج مفرحة. عزيزنا مولود برج الثور، اليوم كمان الأمور جيدة، عم تلاقي حلول مفيدة لبعض المشاكل اللي عم تعترضك بالغالب، واليوم ما قادر ترفض طلب للآخرين، في فرص سعيدة، في قواسم مشتركة، أسئلة، إجابات، مبادرات، يعني أحد الأيام الجيدة لألك لتساعد ناس حواليك ممكن يكونوا إيجابيين أو ليشوفوك الناس إيجابي أكثر من المعتاد. الجوزاء، أنت اللي مانك مرتاح، ما بعرف عندك نوع من أنواع الضغط شوي، يعني شيء غير متوقع، نوع من أنواع النزاعات مع ناس قراب منك، أو فاقد الصبر ببساطة، عم تعاني من بعض العرقلة. هلأ الشيء الطبيعي، ما في شيء سيء يعني عموما، بالعكس أنت من الأشخاص اللي أي عرقلة بتعتبرها خطوة للأمام أو بتشوف الجانب الإيجابي. اليوم بالذات ردودك جاهزة وبصوت عالي. مولود برج السرطان، أحد الأيام الجيدة اللي حالتك النفسية هي اللي مشكلتك،
أو مشكلتك اليوم وليس العمل الكتير. يعني اليوم شغل كتير ما فاضي تحك راسك، ربما متكاسل قليلا، هي هاي اليوم اللي بنطلع فيه من بعد العطلة، تصير الشغل تقيل على دمنا، يعني إنه كنا معطلين ومرتاحين وشوي هيك يعني قادرين نعمل يمكن جزء من الرفاهية، منجي هلأ بنحبس بالشغل وبصير مطلوب مننا كل شيء. اليوم برج السرطان فعليا يعني في عنده نوع من أنواع الشغل الكتير، يمكن شيء صحي كمان ما إنه كتير الأريح. مولود برج الأسد، لأ اليوم مليان مشاريع، قادر تقنع من حولك بوجهة نظرك، يوم جيد ليكون في فرص مناسبة، ليكون في علاقات، سفر، تواصل، يعني نوع من أنواع المحبة، أخبار على كل الأصعدة. أحد الأيام الإيجابية ليكون في عندك تحسن بأمورك ولتستفيد عموما، تكون مفهوم ومسموع الصوت. مولود برج العذراء، أنت اللي قلقان من مبارح لليوم، في شيء من القلق، هيك إحساس أنه أنا مو راكز، كأنه في حوالي فوضى، نوع من أنواع الفوضى اللي بدها تنظيم وترتيب. أحياناً يعني بتكون القصص مو كتير بإيدينا، فاليوم الأمور للعذراء مو كتير بإيده، الناس كأنه عم تتحكم بأموره، في مشاكل صغيرة على الغالب هلأ بتمر طبيعي. حاول أنه ترتب أمورك، حافظ على ممتلكاتك اليوم، في يعني حاول تخلق حواليك جو من المرح. مولود برج الميزان عنده حركة، محبة، علاقات، عم تشعر بأمان واطمئنان، وعلاقاتك بأصدقائك، أهلك، زوجتك يعتبروا الأفضل. أنت تجيد انتهاز الفرص، سواء لمصالحة، سواء لحدا حواليك هيك مهتم فيك ربما، أو عم تتفهم الأوضاع، أو عم تحاول تحل مشاكل الآخرين. مولود برج العقرب، أحد الأيام الجيدة لترتب أمورك المالية، ويمكن للطالب بحقوقك المفقودة. الحياة هي الأيام أصلاً وضعك المالي ليس الأفضل، أنا بقول طالب بحقوقك، عمل توازن على الصعيد المالي وخفف صرف إذا قدرت. المشكلة إنه بحاجة لإعادة تنظيم أرباحك المالية. مولود برج القوس، اليوم عم تتلقى دعم وعم تشعر إنك قريب من الآخرين، صلح أو تسوية لخلاف، يمكن في قصة العلاقة بإصلاح لبعض العلاقات، يمكن قصة عم تناقشها مع من تحب، في شيء آخذ بحياته لمولود برج القوس اليوم، لون جديد ومختلف، ربما تسعد للزيارات، ربما عندك تفاهم ومحبة. الجدي هو اللي مو كتير مبسوط، في نوع من أنواع الخسائر على المستوى الشخصي، يعني مثل كأنه ضيق الخلق، في شيء ما كتير عاجبه، عصبي زيادة عن اللزوم، ومع أنه بلاحظ أنه ما في شيء سيء، بس كأنه ناس عم بتجاملهم بصورة اضطرارية عموما، هاي شغلة قطعا بتضايقه لمولود برج الجدي. هلأ محتاجة القصص شوية صبر وشوية دبلوماسية، ما في شيء سيء لنا. مولود برج الدلو عم بيعيد بناء علاقاته وعم بيحل مشاكله الشخصية، يوم للتعارف، للصداقات، للمناسبات، للتواصل، للسفر إذا وضعك بيسمح، للزيارات، يعني لساته معايد مولود برج الدلو. مولود الحوت، انت اللي مانك مرتاح، اكثر حدا مضغوط الحقيقه بهي الفترات، او اكثر الابراج، قابل الامور لقلك لشجارات يمكن، او لصدامات يمكن، او يمكن انت عم بتميل انك تفرض ارائك وتكون عصبي غير راضي عما يحصل. على كل ايام شوي فيها تعب وبتمر. مولود ذكي، مولود 2 تموز، كل عام وانتم بخير. لين، صاحب معشر حلو، بحب الاجتماعات، يبتعد عن الثرثرات، يختار مجتمعه بدقة عموما، من الأشخاص اللي بيودي لك آراءه وبيخليك تقتنع بهاي الآراء بدون ما تشعر انه عم يفرض عليك بالفرض على كلين، بالعكس عم بيفتش دائما عن السلطة بس بليونة ودبلوماسية مما يكسبه محبة الآخرين. طبعاً سنة جيدة جداً للتقدم، لتمتلك جاذب عم تستقطب فيه الآخرين، الناس حواليك حابينك، هي سنة ممكن للارتباط لو كنت خالياً، لإنجاب طفل أو لتحسن وظيفي، والأمور بالنسبة لك جيدة.
رسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. وأحمد اليوم عيد ميلاده، كل عام وأنت بخير يا أحمد، يجعل أيامك سعيدة. أكيد سمعتني وأنا عم أقول مواصفاتك، الأمور لألك جيدة جدا يا أحمد. فاطمة بنت سلمة مواليدها 28-10، يعني درسي ثم درسي ثم درسي، ما بعرف إذا خلصتي هاي الفترات بس ما عندك شيء سيء، ممكن بحاجة تنتبهي شوي صحيا فاطمة. ميرفانا الشايب عم تصبح حالنا، عندك حظوظ مساعدة جدا جدا يا ميرفانا، أنا برأيي أنت شطورة ما بنخاف عليكي. برج شو 22 نيسان، برج الثور 22 نيسان. صباح الخير لعائشة بنت عبير، إحدى الأعوام الأفضل يا عائشة، وسنة لألك كتير مناسبة خاصة هذا الشهر السابع، في شيء ممكن بارك لك فيه يكون مصدر سعادة. بشرة بنت حنان، أمورك جيدة جدا يا بشرة، والسنة مهمة بالنسبة لألك وغالبا ممكن تحمل لك نوع من أنواع التغيير، يجعل أيامك سعيدة. كأنك حابب تساعدني ورد، صدق. حابب شاركك وأنا حابة. 26-12-92 إبراهيم قال رجله مكسورة. يعني أنت عم تتدلل علينا يا روحي، عليك العافية على كل الأحوال يا إبراهيم، بس أنا ما بشوف عندك شيء سيء عموما، هي هاي الفترات بلشت بقى شوي الأمور ترتاح وتتحسن وتمشي بطريقة أفضل، يعني بالمجمل الأمور لقلك إيجابية. طبعا عطارد في برج السرطان، فطبيعي تكون الأخبار ما كتير مريحة أو حاسة حالك شوي منعزل. طبعا هو برج الجدي آخر الناس اللي بتتضايق من العزلة، فحكاية كسرة رجلك يعني هاد اللي عم بحكي عليه، إنه أنت يعني عم تتغنج علينا، عم تتغنج بس بس الأمور لألك إيجابية يا روحي، يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا دائما بخير وتضلي بألف خير وأيامك وألف سعيدة. مبارك خطبة ابنك وإن شاء الله التمام على خير يا رب. الله يسلمكم يا رب ويسعدكم، كلنا مبارك لسعد. الله يسلمكم يا رب ويسعدكم، إن شاء الله الأيام الجاية بتكون كلها فرح. تمام، الله يسلمك ويسعدك يا رب. شكرا لك، يعطيك العافية. وصار الوقت لنروح للشغلات يلي مشلين عم تأشر لي من بعيد. تفرج اللي شوف هالمنظر، تفرجي. أوكي تعالوا نشوف. يسعد صباحكم عن جديد، ووصفتنا بنهاية الحلقة صارت جاهزة. اليوم سكبتهم كلهم بطبق كبير، يمكن لأنه نحن لما نروح المطاعم نطلب سيزر إنه بيجيبونا إياه هيك بصحون صغيرة، أنا بحس إنه ما بشبع منهم، فمشان هيك لما بعمل سيزر بالبيت بعمله هيك بصحن كبير مشان واحد يأكل قد ما بده. وأكيد بعد ما طبقنا حطينا الخس تبلناه بالصوص، بعدين حطيت الجاج والخبز التوست المحمص مع البندورة الكرزية، وجات حطيت جبنة بارميزان على الوش، وزينتها كمان ببقدونس مجفف، أكيد شوية صوص كمان ما رح يقولوا شيء آخر شيء. ويعني هو الصوص كميته زيادة مشان اللي بيحب يزيد بصحنه كمان يحط قد ما بده. إن شاء الله تكون وصفتي لليوم هيك عجبتكم وأخذتوا هيك فكرة بسيطة وسريعة وطيبة كتير، وبشوفكم بوصفات جديدة إن شاء الله. يا سلام. الله يا شيف، الله شو بدنا نحكي؟ الدريسينج رائع. نو كومنت. الحكي مو هلا بعد الدوق. هلا بس ندوق. الحكي مو مثل الدوق. وحكيت الشيء فشيتي لي قلبي، إنه بالمطعم بيجيب لك شيء هيك عينة بتحلف عليها، عينة سيزر. شان هيك حطيته اليوم، يلا طبشتيها اليوم. شكرا شيف، يعطيك ألف عافية يا شيف. يعني مع أكلات الشيف بشرى المميزين دائما بتكون خلصت حلقتنا لليوم بأول يوم رجعة على الشغل، رجعة على الهمة. بعرف إنه مثل ما ذكرنا بالبداية ما كتير إلنا خلق إنه نرجع على الشغل كلياتنا، وهذا شيء طبيعي وقت يكون واحد أخذ إجازة. إحنا ما أخذنا اوكي فما ما فرق معنا كثير بس المهم انه يلا خلوا طاقتكم دائما عاليه، وخلوا هاي الاجازه بالعكس تكون واحد عطته طاقه ايجابيه وشحن حاله كثير منيح ليرجع لغمار الحياه والشغل والتعب. هي فرحه العيد لحالها، كلمه عيد ان شاء الله يا رب ينعاد على الجميع، هي بتعطينا طاقه ايجابيه. اسطوانه لبعد العيد خلصت. يلا لبعد العيد كلنا همه ونشاط وشغل ان شاء الله، بنشوفكم بكره. باي باي.